أعلن أبناء محافظة الحديدة تأييدهم المطلق للخيارات الاستراتيجية، مؤكدين على ضرورة رص الصفوف وتوحيد الكلمة لمواجهة العدوان بأساليبه كافة. عدوان متواصل على اليمن، أماكن دمرت ولم يبقى منها سوى بقايا أحجار تحولت إلى رماد يدفن تحت التراب، إلا أن المواطن اليمني رغم العدوان والحصار يقف أمام هذا العدوان صامدا متحديا بكل قوة وعزيمة، لا يخضع ولن يركع. استهدف العدوان السعودي الأمريكي كل شيء في اليمن، البنية التحتية، مقدرات الإنسان اليمني، ثقافة الإنسان اليمني، هوية الإنسان اليمني. نحن مع الخيارات الاستراتيجية التي أشار إليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن كلنا جنود مجندة للدفاع عن هذا الوطن، للدفاع عن اليمن. أكثر من 4 أشهر متواصلة يتجرع فيها المواطن اليمني الحصار الشامل والظالم والقصف على الأحياء الشعبية والأماكن العامة، إلا أن هناك جهود منفذة وسبل تعاون بين المواطنين للدفاع عن أرض الوطن، ويزداد بينهم روح التعاون للنجاح ودعم تنفيذ الخيارات الاستراتيجية والتعبية العامة للدفاع عن الوطن. كل العدوان الذي استهدف الشجر والحجر وكل معالم حضارة الجمهورية اليمنية منذ آلاف السنين يدمرها العدوان السعودي ولا يستثني أحد، ونؤيد الخيارات الاستراتيجية التي نأمل منها إعادة الكرامة للأرض اليمنية. كما أكد المواطنون على ضرورة استكمال الخطوات الثورية وملء الفراغ السياسي تمهيدا للخيارات الاستراتيجية التي أعلن عنها وحظيت بتأييد شعبي كبير واستعداد تام لتقديم الغالي والنفيس للدفاع عن أرض الوطن. ونريد بشكل خاص استهداف المنشآت التعليمية كالمدارس والمنشآت الصحية، المراكز الصحية مثل قبل الجمعة الماضية قصفوا في حيث مركز الملاريا ومدرسة القادسية، وهذا شيء مشين وعدوان لا يعرف ولا له ضمير إطلاقا. محاولات العدوان البائسة في تحقيق أي انتصارات لن يزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وقوة والتفافا حول قيادة الثورة. لمياء الأديمي لقناة اليمن الفضائية الحديدة.